تفضل. أنا طالب سيارة خصوصي وكل المعلومات اللي عندي صحيحة، بس مكتوب إنه الشوفير بنت. هذا يمكن عشان أنا اشتغلت جديد، بس أنا عادي باخد طلبات شباب وبنات، ما تقلق. شو بدي أعمل يعني؟ مشوارك 10 دقايق وأنا بسوق منيح، تخفش. يلا عشان ألحق موعد. يعطيك العافية. كم الحساب؟ دينارين. تفضلي. تفضلي. شكرا. يعطيك العافية. الله يعافيك. صناعة لو سمحتي. إذا بدك تروحيها من طريق عبدون ما بيكون في أزمة؟ ما في مشكلة. على فكرة أنت تاني شفيرة أنا بركب معها. جد؟ طب مرتاحة معانا؟ تعرفي أنا بالأول فكرتهم ما رح يوافقوا، بس وافقوا وهم مبسوطين كمان. صدقيني إحنا صرنا نعرف نعمل كل شيء، يعني بطل في إشي اسمه هذا شغل للشباب وهذا شغل للبنات. والله معك حق. أنا آسفة، مش عارفة شو عم بصير. بسيطة بسيطة، ما في مشاكل. أنا بدفع تكاليف المشوار، ما تقلقي. طب ارجعي على السيارة وافتحي الغطاء الأمامي. شمالك صافنة، ارجعي على السيارة وافتحي الغطاء.
شغلي اطفي سيلف. ارجعي شغلي وشوفيني في كهرباء على التابلو. فيها كهرباء. طب ادعسي بنزين. خير ان شاء الله، شو صاير؟ كيف بقدر اساعدكم؟ ما فيها اشي، فحصتها وفي مشكلة بالبواجي. طب خلينا اشوف شو القصة. شكرا لك، والله بسيطة. يا اختي، يعني حتى لو انها امورها بسيطة، انت شو فهمك بالسيارات؟ خلينا اشوف. صدقني مو مستاهلة، اصلا خلص خلصتها. لو سمحتي ارجعي شغلي. على فكرة أنا ورشتي بالبيادر واسمها البوادي، إذا بتحتاج إشي أنا بالخدمة. والله برافو عليكي، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يسلموا إيديكي، تعبتك معي. وإيديكي، مش حكيت لك بطل في إشي اسمه شغل للشاب وشغل للبنات؟ أكيد، مدام أنا شوفيرة وأنت ميكانيكية،